فرسان توج بحفظ القرآن الكريم، أصوات عذبة ترتل كلام الله عز وجل، فلم يكن السن عائقا أمام كهول وجدوا مدرسة الإمام ورش لتعليم القرآن الكريم مقصدهم بعد التقاعد عن العمل. 56 حزبا ختمها هؤلاء، وبإرادة قوية سيختمون 60. أنا وزملائي وكلهم متقاعدون، لقد حفظنا لحد الآن 56 حزبا. فتيات وذكور من مختلف الأعمار تصدح حناجرهم الشجية بالفرقان، قرآن كان خير داعم لهم للنجاح في دراستهم، وفي عمر مبكر سيختم هؤلاء الفتية كتاب الله. بهناس بشرى، التحقت بمدرسة الإمام ورش منذ عامين وأتممت فيها حفظ القرآن. أدرس في السنة أولى متوسط، والتحقت بمدرسة الإمام ورش منذ عام وشهران، وأحفظ من كتاب الله عز وجل 28 حزبا. أدرس في جمعية الإمام ورش منذ عام، وأنا أحفظ 42 حزب. مدرسة ورش بجمعية الإتقان الثقافية بالجلفة نجحت في تحفيظ أزيد من 500 طالب القرآن وبطريقة خاصة وصارمة. الإمام ورش لتعليم القرآن الكريم فتحت يعني أبوابها منذ نهاية سنة 2013، يوجد بها الآن أكثر من 520 طالب وطالبة موزعين على 23 فوج. هم مشروع مقرئين بالمساجد وملقنين للقرآن الكريم، قرآن سيكون ربيع قلوبهم وشفاء لصدورهم في الدنيا وشفيعا لهم في الآخرة. ياسين والقرآن الحكيم.